نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير يسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر لـ 8 رغم الأزمات العالمية المتتالية اللي بنشهدها وتوقعها لمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري. أظهر التقرير كمان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند نظرة بي، مستوى بي مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل من ديسمبر 2012، علما بأن التصنيف الائتماني ده بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن قدرة الدولة على مسألة الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها. التقرير كمان أشار إلى رؤية ستاندرد أند بورز اللي بتظهر أن هناك أفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة اللي جايين، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح. هنفهم مع حضراتكم تفاصيل هذا التقرير مع دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر واحنا بنتكلم انه ده المستوى الاعلى اللي وصلنا له من 2012؟ اهلا بحضرتك يا فندم المشاهدين. طيب اولا زي ما حضرتك قلت كده، التصنيف الائتماني دوت درجه بتديها مؤسسات التصنيف الائتمانيه اللي هم 4 مؤسسات مشهورين للغايه، منهم ستاندرد اند بورز اللي هي تقريبا اشهرهم واكبرهم، يعني بتصنف فيه او بتقول فيه هي الدوله او المدين بشكل عام يعني هيقدر يدفع المستحق عليه من ديونه ولا لا، واذا كان قادر يدفع نسبه قدرته على الدفع قد ايه، وبالتالي بتحدد خطوره عدم الدفع. فكل ما خطوره عدم الدفع ارتفعت كل ما حضرتك اخذت تصنيف ائتماني اقل، والعكس صحيح. وبالتالي كل لما يبقى الخطوره بتاعتنا اقل، كل لما اخذنا فوائد بفلوس، قصدي كل لما اخذنا قروض بفوائد اقل. وده معناه ايه؟ معناه كده زي ما يكون انا مثلا انسان عادي اهوت رايح البنك اخد قرض، لو انا عندي ضمانات كفايه وانا منتظم في سداد القروض اللي عليا قبل كده، البنك بيديني الفلوس من غير اجراءات معقده، وفي نفس الوقت بيفرض عليا فايده اقل لانه المخاطره بتاعت عدم سدادي اقل. العكس بقى لو انا عندي عدم انتظام، وهنا ده يقول لحضرتك حاجتين. الحاجه الاولى موضوع بقى ان ستاندرد اند بورز ثبتت التصنيف الائتماني زي 3 مرات قبل كده، ده يقول لحضرتك ايه؟ الحاجه الاولى انه مصر على عهدها الدائم لم تتخلف في يوم من الايام عن سداد اي قرض من قروضها، وده لحضرتك دوت ربما يبدو حاجه عاديه، لا بس هو مش حاجه عاديه في ظل ان مصر عندها خلال ال10 سنين اللي فاتت كميه كبيره جدا من الازمات وكميه كبيره جدا من الضغوط سواء الداخليه او الخارجيه. يعني مثلا عندنا ثورتين، عندنا قبلهم في 2008 الازمه الماليه العالميه، بعد كده دخلنا على الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه، بعد كده دخلنا على كورونا، بعد كده خرجنا على الحرب الروسيه الاوكرانيه. في كل هذه الاحوال مصر بتعتمد جزء كبير من تمويلها على الخارج، واحيانا كتير جدا حد يقول لحضرتك يا باشا ما تعتمدش على الخارج وركز في اصرف على قدك. ليه تضطر تقترض؟ بنضطر نقترض علشان التنميه بتحصل عن طريق الاستثمار، والمشكله انه مدخرات المصريين، حضرتك عارفه ان احنا بنستثمر عن طريق مدخراتنا. المدخرات بتاعت المصريين دائما لا تكفي لتحقيق عمليه التنميه اللي بتتوازى مع الزياده السكانيه. وبالتالي انا ببقى مضغوط بين زياده سكانيه، عندنا كل شويه عاوزين اسره في المستشفيات اكتر، عاوزين عدد فصول اكتر للطلبه، عاوزين جامعات اكتر، عاوزين سكك حديديه احسن، عاوزين مواصلات كل سنه اكتر. لو انا ما استثمرتش بشكل كفايه هيحصل عندي ترد في البنيه التحتيه الموجوده تكلفني بعد كده استثمارات اكتر. علشان كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان مصر مضطره تستثمر بوتيره اعلى من الوتيره اللي المصريين بيتدخلوا بيها، وبالتالي بنضطر نجيب مدخرات ناس ثانيين اللي هي اكنها قروض من الخارج. وبالتالي كل ما انا كان عندي تصنيف ائتماني احسن، كل لما اخذت القروض دي بثمن افضل، وكل لما اخذتها باجراءات اقل تعقيدا، وبالتالي توفرت الدولارات عندي بشكل اكبر. كل ما الدولارات توفر عندي بشكل اكبر ده ينعكس على سعرها الموجود في السوق، وبالتالي كمان ينعكس على
الفايده بتاعتها، وبالتالي كمان ينعكس على اسعار السلع بشكل غير مباشر. ولو حضرتك متابعه دلوقتي هتلاقي انه الاضطراب اللي مصر موجوده فيه او الضغوط اللي مصر بتواجهها دلوقتي هي ضغوط اساسا ناتجه عن انخفاض الدولارات الموجوده في مصر. ومع ذلك الوكاله ثبتت تصنيفها عند نفس المستوى بتاع بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي والنجاح فيه. طيب دكتور، انا عايز اتوقف هنا معاك عند مساله تثبيت التصنيف، وايه المحركات الرئيسيه اللي بتؤدي لده؟ يعني ايه القطاعات المؤثره في هذا التثبيت؟ طيب هو ايه القطاعات المؤثره؟ القطاعات المؤثره هي القطاعات اللي بيتدفق من خلالها الدولار لمصر. ايه هي القطاعات دي؟ خمس قطاعات اساسيه. اول حاجه الصادرات المصريه، ودي اكبر مصدر من مصادر الدولار لمصر، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه تحويلات المصريين العاملين في الخارج. الحاجه الثالثه ايرادات السياحه. الحاجه الرابعه الاستثمار الاجنبي سواء مباشر او غير مباشر. والحاجه الخامسه ايرادات قناه السويس. دول الخمس مصادر الاساسيه. الخمس مصادر دول كلهم بلا استثناء فيما عدا الاستثمار الاجنبي زايده، ويعني متجهين لزياده، محققين اعلى ارقام في تاريخهم رغم الازمه اللي احنا موجودين فيها. وده ناتج عن ايه؟ ناتج عن السياسات اللي الناس بتقول ان احنا مضغوطين فيها، او بتقول ان الحكومه ما ادتش فيها كويس. لو الحكومه ما ادتش كويس المصادر دي ما كانتش عملت الزيادات اللي حصلت فيها. كل هذه المصادر زادت، حتى الاستثمار الاجنبي زايد، لكن الجزء اللي زاد منه هو الاستثمار الاجنبي المباشر، بينما الاستثمار الاجنبي الغير مباشر اللي هو البوك ماني او البورتفوليو انفستمنت دي هي اللي ناقصه بسبب السياسات النقديه اللي حصلت في العالم وغيرت الولايات المتحده يعني اتجاهها برفع اسعار الفايده عشان تواجه التضخم عندها. وده اللي ادى الى الضغوط اللي موجوده دلوقتي عندنا في مصر، لانه انسحب من عندنا كميات كبيره جدا من الدولار الموجود. بالتالي ستاندرد اند بول شايفه ايه دلوقتي؟ شايفه انه مصادر تدفقات النقد الاجنبي المصريه كلها متجهه الى الزياده، وان اللي حاصل دلوقتي من ضغوط على الدولار في مصر هي ضغوط موسميه او ضغوط مش مكمله او مش ضغوط هيكليه. هيكل الاقتصاد المصري وتدفقاته النقديه للداخل صلبه للغايه، متينه جدا ومرنه في نفس الوقت بحيث انها تتحمل الصدمات. ومن هنا الوكاله رغم الضغط الشديد اللي مصر موجوده فيه دلوقتي اللي احنا كلنا عايشينه كمواطنين، ومش بس في مصر على فكره، في العالم كله، رغم هذه الضغوط الوكاله بتثبت تصنيفها الائتماني عند نفسه، وده معناه ان هي شايفه ان مصر هتفضل تدفع فلوسها في وقتها زي العادي من غير اي تغير. طيب عايز اروح مع حضرتك يا دكتور شادي لمساله اعلان البنك المركزي الانتهاء لمعظم البنوك من مساله تنفيذ التيسيرات الخاصه بخدمات ذوي الهمم، ويعني اهم ما تم تنفيذه داخل البنوك لخدمات اهالينا من ذوي الهمم. طب انا بس عاوز اقول لحضرتك يعني دوله مأزومه، انا بس يعني خليني يعني اروح للفرض الجدلي، لو في دوله مأزومه فعلا وقطاعها المصرفي مش قادر يوفي احتياجاته ومش قادر يعني يسدد احتياجاته من العمله الصعبه، هيبص لحاجه طرفيه بالنسبه لدوله ناميه زينا كده عن زي احتياجات ذوي الهمم؟ ده يقول لحضرتك الاجراء في حد ذاته والكلام في حد ذاته والبيان اللي طلعه البنك المركزي ده دلوقتي في حد ذاته، ده حد بيطلعه وهو مستريح، هو مستقر، ما عندوش ضغوط وما عندوش مشاكل زي ما الناس متصوره. الموضوع صحيح يا دكتور، ويمكن كمان اهتمام يعني رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم المستمر، ومش مسألة كلام أو مشاعر أو تعاطف بس، لكن حقوقهم بالفعل في كل شيء. فمن هنا بنشوف مسألة التيسيرات الخاصة بذوي الهمم في البنوك. صحيح، هم ذوي الهمم مواطنين مصريين عندهم احتياجات خاصة الدولة المصرية مطالبة أن هي توفرها لهم، وبالتالي الإدارة المصرية الحالية بتعاوده توصل منتجات التنميه او منتجات الاصلاح اللي بتحصل او الجمهوريه الجديده تكون بتناسب الناس كلها بنفس الطريقه. وبالتالي بقينا مطالبين سواء بقى في الاداره المصريه في الحكومه المصريه عموما او في البنك المركزي عموما ان احنا نخلي منتجاتنا تلائم جميع المصريين باختلاف توجهاتهم وباختلاف اشكالهم وباختلاف احتياجاتهم. وكيف يتم هذا يا دكتور؟ يعني في تعديلات تكنولوجيه ما؟ في تعديلات حتى في الكوادر البشريه اللي شغاله داخل البنوك علشان انها تقدر تتعامل مع اهالينا من ذوي الهمم؟ هتلاقي حضرتك التعديلات جايه في ثلاث حاجات. اول حاجه تعديلات قانونيه علشان الخدمه نفسها تناسبهم، ثاني حاجه تعديلات تقنيه بحيث انه الابلكيشنز بتاعت الموبايل والخدمات اللي بتقدمها البنوك سواء الالكترونيه يعني او المؤسمته او اللي هي عن طريق اله يعني تكون بتناسب نفس هذه الاحتياجات، وثالث حاجه تعديلات على العنصر البشري نفسه بحيث ان هو يتطور بحيث ان هو يقدر يلبي احتياجات طالب الخدمه من ذوي الاحتياجات الخاصه. الموضوع شامل، وكان البنك المركزي
كان اعلن وفقا زي ما حضرتك قلت يعني توجيهات بقى الاداره المصريه يعني انه احنا هنستوعب دول الهمم ونقدم لهم خدماتنا بحيث انها ترتقي لان هي تكون نفس الخدمه جوده الخدمه اللي بتقدم للشخص اللي بتقدم للشخص العادي، بحيث ان احنا زي ما قلت لحضرتك كده الموضوع كله يكون مساوي لبعضه والجمهوريه الجديده تكون بتسع الناس كلها بنفس الشكل. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.